استمعنا الكرام استضاف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في جامعة حمد بن خليفة جلسة جديدة من سلسلة جلسات من جلسة العلوم بهدف هدف تعزيز الوعي المجتمعي بموضوعات العلوم والتكنولوجيا والتي تؤثر على العالم اليوم، وأيضا في إطار تعريف فئات المجتمع بالأبحاث العلمية في هذه السياق، حيث تم نقاشات علمية متنوعة في مجال الغاز والطاقة المتجددة والمياه والتغير المناخي. أعزائي المستمعين، نرحب في الاستديو بالدكتورة فدوى الملوحي، عالم أول في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة. مساء الخير دكتورة فدوى. مساء النور وشكرا على الاستضافة. والموضوع كبير جدا، متشعب جدا، وسعيدين جدا نناقش اليوم هذا الموضوع، ولكن بداية نلقي الضوء على مجلس العلوم، ما هو وما مجال عمله وأيضا الأهداف. نعم، يهدف مجلس العلوم الذي ينظمه معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة إلى تعزيز الوعي بموضوعات العلوم والتكنولوجيا التي تؤثر على العالم اليوم. نعم. ولنشر المعرفة حول مشاريعه البحثية في المجتمع على نطاق أوسع، بتركيزنا على التحديات الوطنية الإقليمية والعالمية في مجالات البيئة والطاقة، نطمح إلى تثقيف أفراد المجتمع بأهمية تأثيرهم الإيجابي ومسؤولياتهم الجماعية وتبادل الحقائق العلمية مع المجتمع، وخاصة فئة الشباب، لنسهم جميعا في بناء مجتمع أكثر اطلاعا. طيب الدكتورة فدوى، يعني ما هي أهم الموضوعات التي يناقشها المجلس في مجال الطاقة والمياه؟ في الحقيقة يوفر المجلس منصة للخبراء من المعهد وكذلك أفراد المجتمع في قطر للمشاركة في مناقشات ودية حول المواضيع المتعلقة بالطاقة والمياه والبيئة ذات الصلة بدولة قطر. مثلا مجلس العلوم الذي انعقد مؤخرا ألقت فيه الدكتورة فيرونيكا برميداز مدير أبحاث أول بمركز الطاقة التابع للمعهد مناقشة محاضرة ناقشت فيها إمكانية أن تحل مصادر الطاقة المتجددة مكان أو محل من صناعة النفط والغاز، مع تسليط الضوء على إمكانية تحول النماذج الحالية في سوق الطاقة إلى حلول صديقة للبيئة. مثلا باستثمارنا في الطاقات المتجددة نأمل أن نساهم بدور فعال على تخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، مثلا مثل غاز ثاني أكسيد الكربون التي لها تأثير كبير على التغيير المناخي. وفي الحقيقة لقد لمسنا من خلال هذا المجلس والمجالس السابقة مدى اهتمام الجميع من مهنيين وطلاب جامعيين وطلاب مدارس كذلك ببناء مستقبل مستدام. جميع المداخلات والمشاركين بينت لنا كم هم مهتمون ومستعدون لإحداث التغيير الإيجابي، وهذا نابع من رغبة الجميع في جعل العالم مكان أفضل لنا. نعم. طيب ممكن تطرقتي دكتورة لموضوع التغيير المناخي. نعم. ما هو التغيير المناخي بصورة أوضح للمستمعين، صورة مبسطة، وأيضا أهمية تعريف فئات المجتمع بهذه القضية؟ هل هي قضية كبيرة جدا لابد أن نلتفت لها، ولا هو عرض مناخي يحدث وسلام؟ صحيح. أخذت قضية التغيير المناخي في الحقيقة حيزا كبيرا من النقاش خلال مجلس العلوم. مثلا صرح الدكتور مارك فيرميش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بأن اتفاقية باريس الأخيرة أدقت ناقوس الخطر في الحقيقة، عندما كشفت عن رسالة واضحة وعاجلة، وهي أن التغيير المناخي شكل تهديدا خطيرا للبيئة ويحتاج إلى اهتمامنا الفوري. وبصراحة كنا سعيدين يعني بأنه معظم الحضور اتفقوا على أنه لا يسعنا الآن إلا أن نتكاتف ونعمل جاهدين مع المعنيين والمسؤولين في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والحكومة لتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع على نطاق أوسع. ولقد لمسنا كذلك من السكان الأصغر سنا اللي هم طلاب المدارس اللي أجوا مع عائلاتهم كذلك وعيا وفهما عميقين للتحديات البيئية الملحة. طيب دكتور فدوى، يعني خلينا نذكر أيضا من هم الجهات المشاركة. في الحقيقة شهد المجلس العلوم إقبالا كبيرا، يعني كان حضره جمع من المهنيين، العائلات، طلاب المدارس، شارك في هذه الفعالية كذلك أشخاص من جميع الأعمار والخلفيات. كان هناك طلاب وباحثون ومهندسون ومعماريين وكذلك أشخاص من قطاع النفط والغاز. في الحقيقة المجلس العلوم مصمم لإشراك الحضور من جميع الأعمار في المناقشات بشكل فعال عبر تزويدهم برؤية حول البحوث التي تجري في المعهد، وهو ما يسهل إمكانية
التعرف عليها وفهمها بشكل أفضل. نعم. طيب ماذا عن أهم الأبحاث الأخرى التي تعملون عليها حاليا؟ إذن مثلا في هذا المجلس تمت مناقشة كيفية تطوير قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر، مع تركيز على كيفية تصدينا للتحديات المتعلقة بالطاقة في دولة قطر. خليني أخذ مثلا الألواح الشمسية والبطاريات أصبحت متوفرة في السوق مثلا، ومن السهل اقتناؤها، ولكننا لا نعلم مثلا ما هو مدى التحديات التي ستواجهنا وإلى أي مدى يمكننا الاعتماد عليها لتوفير طاقة نظيفة وتنمية مستدامة. إذا المداخلات أيضا تطرقت إلى التحديات التي تواجهنا فيما يخص بمردودية الألواح الشمسية، تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية في مناخ قطر المشمس الذي هو في نفس الوقت كذلك حار ورطب ومغبر أحيانا. وما أود أن أقوله أنه خلال المجلس تناول الدكتورة بيرمدز الدور المحوري الذي يلعبه المعهد في المساعدة على نشر استعمال الطاقات المتجددة في دولة قطر، من خلال التركيز على أداء التكنولوجيات تحويل وتخزين الطاقة المتجددة في ظل البيئة الصحراوية لدولة قطر. وأكثر من ذلك أوضحت أن البيانات والنتائج البحوث التي يمكن أن تعود بالفائدة على نطاق أوسع لتشمل دول وأقاليم أخرى تشهد ظروفا مناخية مماثلة لدولة قطر. نعم. دكتور فدوى، يعني ماذا عن الرؤية البحثية المستقبلية وأيضا عن أهم الموضوعات المطروحة؟ بما يخص أهم الموضوعات المطروحة، أنتم بتعرفوا أنه معهد قطر للبحوث البيئة يعني يضم عديد من المراكز والبرامج التي تتصدى للتحديات المعلقة بالمياه والطاقة والبيئة والاستدامة والتآكل. في المجلس القادم الذي سوف يعقد إن شاء الله في شهر يناير 2020 سوف يكون على التآكل الذي هو مشكلة تواجه قطاعات كثيرة وخصوصا قطاع النفط والغاز، ونرجوكم تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي ورح نعلن عليها إن شاء الله. طيب أيضا دكتورة نتكلم عن أهمية التوجه بالمعرفة إلى فئات المجتمع المختلفة، سواء كانوا من الأعمار الكبيرة أو يعني فئة الأطفال، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، ما هي أهمية التوجه بالمعرفة لهم؟ صحيح، يعني مجلس العلوم هو نفسه صمم لإشراك الحضور من جميع الأعمار في المناقشات بفعالية، تم تزويدهم مثلا برؤية حول البحوث التي تجري في المعهد وهو ما يسهل إمكانية التعرف عليها وفهمها بشكل أفضل. وفي نفس الوقت يعني طلبنا منهم أراءهم، بحيث أصبح المجلس فعالية في غاية الأهمية بعد مشاركة الشباب من المجتمع فيها. إذن يعني لدينا دور فعال في توعية الشباب والأطفال كذلك بدورهم المهم في الحفاظ على الطاقة، ترشيد استهلاك الطاقة، تعزيز الاستدامة، عنصر حيوي في الحقيقة لبناء مستقبل أكثر وعيا واستدامة إن شاء الله. طبعا نشكرك في الختام الدكتورة فدوى الملوحي، عالم أول في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. سلام.